السيد المستشار البرلماني عبد الكريم بو نمر عن حزب الأصالة والمعاصرة. السلام عليكم السيد نايف. السلام ورحمة الله. نشكرك في البداية عن إتاحتنا الفرصة من أجل عقد هذا اللقاء باسم جريدة العبور الوطنية. أولا الشكر لكم لأنكم أنتم اللي أتحتوا لنا هذه الفرصة، و زيادة لأن هذا الجاي مرتبطة بواحد المنطقة اللي عزيزة علينا، طبيعي أننا نستجمو، وشكرا مرة ثانية، مستعدين. السيد النائب سوف تقدم لنا ورقة تعريفية عن شخصكم. عبد الكريم بولبر، عضو مجلس المستشارين، خريج كلية الحقوق، من سكان مدينة تمارة، أب لثلاثة أطفال. السلام عليكم. مرحبا سيد عبد الكريم بولبر، سوف أطرح عليك مجموعة من الأسئلة وسوف تجيبني بصراحة. السيد عبد الكريم بولبر، عند رجوعنا إلى الخطاب الملكي السامي لافتتاح البرلماني 2013، قد نجد أن صاحب الجلالة أشار إلى الدور الذي يجب أن تقوم به الدبلوماسية الموازية في إطار القضية الوطنية. نريد منكم توضيحا أكثر فيما يخص ذلك سيد المستشار. أولا شكرا لإتاحة الفرصة وإثارة موضوع من بهذه الأهمية. فعلا البرلمان أهم، هناك ثلاث مهام يقوم بها البرلمان، هناك الرقابة والتشريع والدبلوماسية البرلمانية اللي كتدخل في إطار الدبلوماسية الموازية أو الدبلوماسية الشعبية. صراحة الخطاب الملكي ديال الافتتاح 2013 جاء لتتويج، وهذا كعادة صاحب الجلالة، تتويج واحد النقاش يدور داخل مجلس المستشارين بالتحديد والبرلمان بشكل عام، هو أننا حينما أتيحت لنا فرصة أن نصبح برلمانيا على مستوى مجلس المستشارين دخلنا فعلا، وهذا للتاريخ، وجدنا أن هناك تقصير في دور البرلمان إطار الدبلوماسية البرلمانية وبالتحديد الدفاع عن القضايا الوطنيه. ما غنحملوش باش ما ندخلوش في مسؤوليه من، الكل يتحمل مسؤوليه، سواء البرلمان بغرفته او الدبلوماسيه الرسميه يعني وزاره الخارجيه. كان هناك نوعا ما تهميش لدور البرلمان، وما استوعبناش الدور اللي يمكن تقوم به الدبلوماسيه الموازيه بشكل عام، سواء كانت برلمانية أو حزبية أو نقابية أو جمعوية أو رياضية أو اقتصادية أو فنية. أي مواطن مغربي تحت الفرصة أنه يحمل الهم للقضايا الوطنية ويدافع عليها، كان المفروض أن الكل يعبأ من أجل القضية الوطنية. يقولون أن تأتي متأخر خير من أن لا تأتي أبدا، هذا يعني أن جاءت المسألة ديال إقحام الجميع في الدبلوماسية الموازية والدفاع عن القضية الوطنية. أنا قبل الخطاب الملكي أثرت هذا الموضوع، وكانت تثيرني واحد مجموعة ديال الممارسات، منها واحد مجموعة ديال المصطلحات. أنا نهار جيت لمجلس المستشارين لقيت أن الإخوان، وهذا قال لك العادة كتصبح قانون، أن الناس حتى في الحديث على المهمات اللي كيقوموا بها خارج الوطن كانوا كيسميوها السفريات، وهذه كلمة كانت تستفزني، كلمة السفريات، لأن أنا ما كنمشوش في سفريات. إلا كان شي إنسان كيضنص وكيخرج في السفرية هو حر، ولكن حنا كيعطيونا وثيقة في سميتها أورد ميسيون، أنت تخرج في مهمة، وأهم مهمة عندك أنت بزيادة على المسائل اللي كتمشي ليها هو الدفاع على القضية الوطنية. هذا كما تيقولوا في المغاربة، تيقولك شي شوية من الحنة وشوية مرتبط اليدين، شوية من البرلمانيين وشوية عاوتاني من المسؤولين، هو أن المسؤولين على القضايا الوطنية وعلى أصل وزارة الخارجية ما كتعطيش الفرصة لهاد البرلمانيين انهم يتحملوا المسؤوليه، وحتى هما ملي كيمشيو ما كيعرفوش يمثلوا بلادهم. من بعد هذا الخطاب الملكي تحركات الامور على مستوى البرلمان وبالتحديد على مستوى مجلس المستشارين، انا غنتكلم على مجلس المستشارين، وبدينا كنشتغلوا، بدات المبادره من فريق الاصاله والمعاصره، هذا للتاريخ،
وعلى رأس وبالتحديد السيد رئيس الفريق السي حكيم الشماس الذي أشكره من هذا المنبر، كان الحديث على بلورة استراتيجية جديدة والتفكير في طرق جديدة لتحمل المسؤولية ديالنا كبرلمانيين أو كبرلمان بشكل عام في الدفاع عن القضية الوطنية. السيد الرئيس أثار واحد دابا الآن عندنا واحد عندنا مشروع داخل مجلس المستشارين يتم الاشتغال عليه تحت رئاسة الرئيس شخصيا السيد الدكتور محمد الشيخ بإذن الله. خلقنا واحد الآلية ديال العمل داخل مجلس المستشارين باش تكون عندنا المبادرة. أولا في خلال النقاش السيد رئيس الفريق أثار واحد فكرة مهمة، هو أننا دائما اللي كنخرجوا وكيتار القضية الوطنية ورأسها قضية الوحدة الوطنية، الخصم سواء كانوا خصوم أو كانوا ناس معانا أو كانوا محايدين، كاين ثلاثة ديال المواضيع اللي كيناقشوها، كاين تقرير المصير وكاين حقوق الإنسان واستغلال التراث، هذو مثلا ديال النقاط اللي كيتيروهم الأغلبية ديال الإخوان اللي كيمشيو. وهذا هو الإشكال، أولا ما عندهمش ما كيتقنوش لا يعرفون خبايا الملفات، هذه كاينه هذا الواقع. ثانيا لا يملكون آليات الترافع، لأن العمل الدبلوماسي راه أساس ديالو هو الترافع، هو ضبط الملفات والقدرة على الترافع، أنك تقنع الآخر بما لديك. المهم داخل المجلس اشتغلنا على هذا الملف واستدعينا أولا المسؤولين على حقوق الإنسان على المستوى الوطني، لا المندوبيه الوزاريه ديال حقوق الانسان الاستاذ الهيبه محمد الهيبه والاستاذ اليزني كمسؤول على المجلس الوطني لحقوق الانسان، ثم السيد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. علاش؟ باش ناخذوا هاد باش البرلمانيين يتمكنوا من 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 معرفه تفاصيل الملفات، لان مثلا ملي غنهضروا على الحكم ملي غنمشيو نهضروا نتكلموا غادي يطرحوا لنا السؤال ديال تقرير المصير. الخطا اللي كنا كنوقعوا فيه هو اننا كنا تنتشنجوا وكنبقاو نهضروا بعصبيه، هذا الاخر سواء كان معك ولا ضدك ما غيعجبوش الحال. الناس اللي حنا لسنا ضد تقرير المصير، ولكن على اي تقرير المصير نتحدث، هنا كيجي الدور ديال البرلمان، خصو يكون تيضبط المشروع المغربي اللي هو مشروع الحكم الذاتي ويعرف يدافع عليه كآلية من آليات تقرير المصير. هذا اقتراح المغرب، وها كيفاش كنفكروا فيه. غيجي مثلا الحادثة حقوق الإنسان، لا يمكن أن تزايد علينا الجزائر أو البوليزاري في حقوق الإنسان، عندنا رصيد وهاد الرصيد وهاد المراحل وهاد التراكمات اللي كسبها المغرب في مجال حقوق الإنسان، خص البرلماني في إطار الدبلوماسية البرلمانية أو الدبلوماسية يكون مدرك لهاد الملفات باش يعرف يدافع. ما يمكنش تدافع على واحد الملف وانت ما ضابطوش، هنا فين كاين هنا فين كنرتكبوا الاخطاء. كتجي المساله ديال استغلال الثروات، انا عرفت مجموعه ديال الحقائق ما كيعرفهاش الاخر، ما كيعرفش بان المغرب انفق 10 ديال المرات اكثر من داكشي اللي خداو من الصحراء، وهادشي هادشي كيعرفوا لان نسترجع المغرب الصحراء العيون ما كانتش هي العيون، السمره ماشي هي السمره، هادشي اللي وصل ليه هذا راه انفاق ديال الدوله المغربيه على واحد المنطقه مؤمنون على انها جزء من المغرب، لان ما عمر المستعمر ينفق على المستعمره. كيف كاش تنفق على مستعمره؟ انت تنفق على واش عمر شي واحد كيجهز ويدير جليج ولا موزيك في دار جارو؟ كيدير كيزوق دارو شي واحد شو انت غتشري غدير الفسيفساء في دار جارك؟ ولو تكون ما عمر شي واحد كيدير الفسيفساء في دار كارهه، كيدير في دارو اللي هو مقيم. حنا كنعتقدوا جازمين ومؤمنين بان الارض ديال هذا استمر فيه. هذا الشيء اللي كان مطلوب من البرلماني. المساله الاخرى هو اختيار الشخص المناسب المكان المناسب، ما كان معمول به او طرق اختيار الممثلين ديال البرلمان في المنظمات الدوليه في لجان الصداقه في كل المنتديات اللي عندها علاقه بالبرلمان، الاختيار كان صراحه كان حزبيا ضيقا. الفروق اعطيني فلان واحد شكون اللي كيكون شي مهمه تقول لي شكون بغى يمشي بحال داك الشيء ديال القسم انا استاذ فين غادي نشري؟ فين غادي راك تحمل المسؤوليه؟ خصني نمشي للانسان اللي عارف اللي غيمشي يدافع على البلاد، ما خارجينش في التوريزم. صراحه واحد الموروث اللي كان عندنا هو اننا كانوا الناس اللي يديروا التوريزم كيمشيو يديروا الشوبينغ، هادشي بدا كيتغير الحقيقه ولمسناه، لان
هاد الناس اللي كانوا كيمشيو يديروا التوريزم وتديروا الشوبينغ، لان تفرضت لهم ما كانش حتى شي واحد كيسول فيهم. السفارات ما كانت تمشي دابا انت تخرج في مهمه، ما كيعطوك حتى وثيقه، وزاره الخارجيه ما كتسولش فيك، انت غادي تلقى الخصوم والاعداء قدامك وما عندكش باش دابا. الان ذات الامور كتغير، ولا التنسيق مع وزاره الخارجيه، التنسيق في البرلمان فيما بين المجلسين، هناك تنسيق خاصه بعد مجيء الرئيس الجديد ديال مجلس النواب. وهذه حقيقه السي العالمي اصبح اكثر تنسيقا مع مجلس المستشارين في جميع الملفات، وهذا تيخدم المصالح الوطنيه. يعني ان الامور اصبحت تتغير، البرلمانيين يتحملون مسؤوليتهم، وهذا الشيء ما خصوش يسرع على البرلمان، على المغاربه كلهم، واي مغربي في المجال ديالو قادر على انه يدافع على بلاده الى عطيتيه الامكانات وضعتي الرجل المناسب في المكان المناسب، وعلمنا المغاربه اليه الترافع. ما يمكنش تكون محامي وانت ما ضربتش آلية الطرف. والشيء اللي كان علاش حنا على المستوى الرسمي، هذا حقيقة، هو المغرب دائما كان إما متعادل وإما منتصر على الدبلوماسية الجزائرية، رغم الإمكانات الضخمة من 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 أموال الشعب الجزائري اللي كانت كتنفق الجزائر، ورغم ذلك كنا كفرصة يرهان معاهم دائما غاديين مجانين. حنا ما نلوموش الدبلوماسية، ولكن فين كنا كنتلقاو الضربات تحت الحزام؟ الدبلوماسية الشعبية في الجمعيات، وهذا اللي ما فطرش ليه المغرب، هذه هي حرب. وحنا ماشي لسنا أقل قدرة على المستوى الجمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات من الجزائر والبوزر، حنا عندنا تاريخ، ولكن ما كناش كنوظفوه وما كنوضعوش الرجل المناسب في المكان المناسب. الآن البرلمان الآن أصبح ربما إلى حد ما قاطرة من قاطرات العمل الدبلوماسي، وهادشي كنلاحظوه. مشينا فواحد المجموعه ديال المهمات، والحمد لله كنلقاو حتى دابا حتى السفارات، ولكن نوجه الشكر لواحد المجموعه ديال السفراء فواحد المجموعه ديال الدول اللي كانوا صراحه كانوا في المستوى، كان الدعم وكان الوثائق اللي كتطلبها كتلقاها، كل شيء موجود، حتى الفوتوكوبي اللي بغيتيها كيمشي يوجدوها لك. وراك انت عشتي معايا واحد الدعم صيفطت لي هذاك، هذه لحظه، هذه في التاريخ. انا في كرواتيا طلب مني ما يثبت المزاعم، وما سمى المزاعم وانا اسميها حقائق انتماء الصحراء الى المغرب، لان كان نقاش مع برلماني من الفلبين، السيد كيتحدث وتيقول انك لان سقطوا ما عرفش. الاخت اللي كانت معايا ديال السفاره ما عندهاش الوثائق الانجليزيه، واتصلت من كرواتيا بالسي السالك عدي وحدايا ويحاورني اليوم، وطلبت منه، عطيته 20 دقيقة وطلبت منه أنه يعطيني وثائق باللغة الإنجليزية اللي كتدافع على الملف المغربي. وفعلا في أقل من 20 دقيقة كيجيني داك الشيء في سير أورديناتور، وكان تيريه كنمسخو وكنعطيه للسيد، وهذا راه عضو مجلس الشيوخ الفلبيني، وفي الصباح كيجلس معايا وكنلقى السيد أنه صباح كيفهم الموضوع. والحمد لله هي بعملية بسيطة كتلقى راسك كتحرك. الخطأ هو أن من كان يتحمل المسؤولية من قبل ما غندخلوش في النوايا، ارتكبوا أخطاء عن قصد أو عن غير قصد، احنا علينا الظاهر والله له السرائر. نتحدث هنا عن دور مجلس المستشارين في التشريع والرقابة والدبلوماسية، خصوصا بعد دستور 2011. انت ربطتي المسألة ب 2011، فعلا دستور 2011 هي مرحلة مفصلية في تاريخ المغرب. أنا غادي نرجع بك ل 97، وتحديد تأسيس مجلس المستشارين والمغرب، العودة إلى الثنائية البرلمانية. لا أحد يشك ويمكن أن يناقش، كيبقى شخصية الحسن الثاني الله يرحمه شخصية فريدة، ولا أحد يناقش أن الرجل كان داهية، لأن هذا الشيء كيعطي المكانة ذكيا، وكان داهية أنه يخلق مجلس المستشارين بهذه المواصفات وبهذه التركيبة. أنا ما غندخلش في النوايا، لأن كل واحد كيفاش كان تيقراها، كان اللي كان تيعتبرها أنها مبادرة جات باش توقف المشروع ديال أو تضبط المشروع ديال التحول الديمقراطي في اطار حكومه التنوع، هذه كتبقى كلام. انا غادي نتكلم عن الواقع ودور مجلس المستشارين في اطار ديمقراطيه
برلماني، يعني دور البرلمان. اولا نبداو بالتركيبه، تركيبه مجلس المستشارين. تركيبه مجلس المستشارين ما كايناش في شي بلاد، لانك تجمع المتناقضات في بوتقه واحده في مجلس، وهذه ماشي راي، هذا راي واحد مجموعه ديال البرلمانيين اللي ناقشناهم سواء كانوا في زياره المغرب او مشينا خارج المغرب. هذه كما قيل لي بالفرنسيه سيت فورمول نيكزيست نول با، كايناش في شي بلاد، باش تجمع النقابات والباترونا والجماعات المحليه والغرف المهنيه والجماعات المحليه في مؤسسه واحده. هناك اما غيكون انفجار واما غيكون ابداع، لان هاد الناس اللي كاينين فيها راه كيمثلوا اولا الفئه النشطه في البلاد، راه كيمثلوا ملايين ديال المغاربه. هذا كنسميه الا كان مجلس النواب يمثل النخبه، فمجلس المستشارين يمثل نخبه النخبه، وهذا واقع. سي لا كريم دو لا كريم، كان هذيك النخبه، هذيك نخبه النخبه، لان انا كنعرفوا كيفاش كيوصل مجلس المستشارين. ما غنتحدثوش على الممارسه، حيت دابا غادي يديو شي ناس يجاوبوا وانا عارف غيقول لا وكيفاش كيوصلوا الناس وكيعطيو الرشوه، هذه بوحدها انا ما غنناقش ما يقع. غادي نناقش المؤسسه كمؤسسه، وانا افترض ان كل شيء كينجح على دراعه وكل شيء بخير وما كاين. هذا هو الاشكال. حنا في المغرب ديما كان عندنا واحد المشكل وهذا خطير. المشكل عندنا ماشي في السياره، المشكل عندنا في الشيفور. اش كنديروا؟ كنريبوا تنمشيو ندقدقوا الطوموبيل وتنخليو، راه المشكل عندنا في الشيفور ماشي في السياره. السياره مزيانه، مجلس المستشارين بتركيبته راه عظيم، راه انجاز، ولكن يمكنش نهدمه لان اللي فيه ما قدوش. مثلا كاين اشكال ديال طريقه كيفاش كينجحوا، هذا نقاش ما ندخلش في هذا العبث، لان كنعتبره عبث. انا تناقش المؤسسه دورها في التشريع وقيمتها كمؤسسه تشريعيه وكمؤسسه دستوريه. انا كنهضر من خلال الممارسه. قلنا بان هذه مؤسسه ديال النخبه، لان ملي كتجيب رئيس جهه او رئيس جماعه او رئيس غرفه او نقابي باترون، هذو واحد الناس اللي اولا ناس كتنتج الثروه وناس كتسير. هادو راه ماشي سياسيين ديال الصدفه، راه ماشي دار في لائحه ونجحوا القرصوا في البرلمان. راه مارس الحسن الثاني الله يرحمه تيقول لك، قال لك لو ان الدستور كيسمح لي نترشح ترشحت الجامعات المحليه. يعني هاد الناس راه جاو من المدرسه الاولى في التدبير الشان العام هي الجامعات المحليه. وانا دوزت ولايه ديال المجلس الكبالي ديال تما، الممارسه داخل الجامعات المحليه هذه المدرسه الاولى اللي كيتعلم فيها الانسان ابجديات تدبير الشان العام. اذا هذه وحده. مجلس المستشارين انا من اللي وقع هو انه بعد ما سمي بالربيع العربي 20 فبراير ناض واحد النوع من كانت حركيه في المغرب، وكان لابد ان يكون هناك من يؤدي الثمن، شي واحد خصو باش نكرمو شي واحد يؤدي. الكل سلط الضوء على مجلس المستشارين، وانا الان اطرح السؤال وانت واحد ما قدر يجاوبني، علاش مجلس المستشارين بالذات اللي تم الهجوم عليه وتقزيمه 1920 وانت واحد ما قدر يعطيني الجواب، فين كاين الاشكال؟ شنو هو السؤال؟ تيقول لك اسيدي لا مجلس المستشارين زايد نحيدو، لا علاش ما نحيدش مجلس النواب وخلي مجلس المستشارين؟ علاش هذاك وماشي هذا؟ كما قلت هذاك نخبه النخبه، الناس كتقول لك المجلس المستشار، لا مجلس المستشارين بالنسبه لي انا اهم من مجلس النواب. علاش؟ طبيعه الناس اللي فيه. سيد النائب سوف اقاطعك بسؤال اخر، وهو كيف ترد على بعض الاصوات التي تضرب في مشروعيه مجلس المستشارين خصوصا الحالي او بشكل عام؟ هذا تردني، انا دخلت في الموضوع وكان قبل هذا، كان انا لم اجد شخصا يقنعني. البرلمان المجلس المستشارين الحالي الفصل 174 من الدستور واضح، نحن في مرحلة انتقالية، وهذه تم الحسم فيها بقرار ديال المجلس الدستوري، وقرارات المجلس الدستوري غير قابلة للطعن ولا للنقاش ولا المسألة واضحة. وهذه المسألة اللي غيناقشها هما الناس ديال القانون الدستوري، أنا يمكنش يناقشني أيا كان، أنا كنحترم واحد المبدأ هو مبدأ التخصص. إذا كنت متخصصا
وناقشوك. إلا كدوي بمرجعية ما أو ب حامل حقد معين ولا غير ما عجبكش الحال، البلاد ما كتمشيش بالهوى، البلاد ما كتسيرش بالهوى ديال الناس، البلاد كتسير بالقوانين وبمنطق الأشياء. إلا كان الإنسان عنده القدرة على تحليل، أنا نصنت له ما غير ما عجبكش الحال، جينا غير ما عجبناش نحيدوه، ما يبقى حتى واحد في هذه البلاد. أو حتى واحد مجلس المستشارين، أم مجلس المستشارين بشكل عام، أنا تنقول هو أنه قيمة مضافة التدبير التشريع العمل التشريع والرقابة على الحكومة والدبلوماسية بالنسبة للمغرب، هذه من خلال الممارسة. والدليل على ذلك في مجال ديال التشريع، أنا عندي العدد كبير ديال القوانين ديال المشاريع، القوانين التي كانت لمجلس المستشارين البصمة ديالو، وكان العمل ديالو في إطار التعديلات أو في إطار المناقشة قيمة مضافة. كاين سيدي القانون ديال أنا غير اللي حضروني الآن، مشروع القانون ديال مدونة السير، لو أنه ما داش مجلس المستشارين وخرج كما هو، كتكون طامة على المغرب، كلشي غيمشي للحبس. وقامت معركة داخل مجلس المستشارين، قاموا بها الإخوان في لجنة العدل والتشريع، في لجنة المالية، كانوا الإخوان في لجنة المالية قاموا بمعركة وتم تعديل. كاين مشروع قانون مثلا ديال التوثيق، خدا جلس أكثر من 9 شهور في مجلس المستشارين باش من اجل حمايه 1500 موثق متمرن كانت سيتم التضحيه بهم، كانوا غيمشيو للشارع، وانا بهذا المره راه هما شهود، هما اللي كانوا حاضرين وعاشوا معنا. وقيس على ذلك واحد المجموعه ديال المشاريع القانونيه. مجلس المستشارين هو مؤسسه ديال الحكمه وديال الرزانه، ناس تقال كياخذوا وقتهم لان الاقل واحد فيهم تيحمل على 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 عاتقه تجربه ديال سنين. هذا الدور ديالو انه هذاك ديك الصفايه اللي كتصفي المشاريع القوانين باش ملي كتخرج للتطبيق، لان يمكن تخدم 20 عام و30 عام و60 عام، شنو المجتمع؟ هذوك ناس يشتغلون على حمايه المواطن، لان حتى الديمقراطيه راه يمكن ان تحمل في رحمها ديكتاتوريه. أن حتى من يقول أن مجلس المستشارين دار باش يستوبي، إلا ركزوا مزيان هاد الناس وفكروا براوية، حتى ديك أنك تعرقل أو تستوبي ما يسميهاش تعرقل، أنك تفراني راه السيارة فيها كل شيء، ولا ما عندهاش فران ما كتسوى والو، أنت سايق السيارة واعرة شارية ولا ما عندكش الفران، السيارة ما كتسوى والو، السيارة بدون فرامل ماشي. حتى إذا اعتبرنا أن مجلس المستشارين يفرميل، ولو هو ماشي هو فرميل، هو مجلس المستشارين ينقح، يرقى بالنقاش، كي يعدل او يسد ثغرات ممكن، لان اعضاء مجلس النواب راه مباشر ممكن حتى هما يغلطوا. فين عندنا الاشكال؟ لان هذا القانون ياخذ مرحلتين، وهذوك الناس كيعرفوا شنو كيديروا، راهم حكماء وناس هازين كلمة على كتفهم، بلا ما ندخلوا في الشخصانه ديال الامور، ناقشوا الامور بغروسو مودو. شوفوا مجلس المستشارين كمؤسسه تقوم بدورها، واش وانا تنهضر من واللي بغى يعرف يجي لداخل، حيت مجلس العمل ديال البرلمان ماشي هي الاسئله الشفويه راه شيء بسيط في العمل البرلماني، ولكن العمل تيكون داخل اللجان اشتغال، راه كاين شي امور اللي كدار. انا دائما اطالب بقناه برلمانيه باش المغاربه يشوفوا كل شيء ويحكموا على كل شيء، لان حتى بعض الصحفيين سامحهم الله، حتى اللي كيوصل الخبر تيوصلوا بتصرف، كيزيد من عنده ولا ينقص، وهذا كيضيع الحقيقه. انا ادافع عن مجلس المستشارين، ولي الشرف ان ادافع عن مجلس المستشارين وعلى دوره في بناء الديمقراطيه في المغرب وحمايه مصالح المواطنين بكل تلاوينهم وبكل قطاعاتهم، حماية المواطن، ولأن الناس اللي فيه هما ناس الأغلبية ديالهم كيجيو هما ناس ديال الممارسة ديال العمل اليومي، الناس العمال وتجار وصناع تقليديين ورؤساء جماعات، الناس اللي كتمارس العمل اليومي. شكرا. سيد عبد الكريم بونمر، نلاحظ على أن النسخة الأولى والنسخة الثانية من حكومة العدالة والتنمية أنها تقر في العديد من التظاهرات أن ليس هناك معارضة، ما هو ردكم على ذلك؟
فعلا هذا كاين هذا الخطاب، هذا الخطاب شحال هو هو خطاب تبخيصي وفيه نوع من القفز على الاشياء. انا كنعاود نطرح السؤال، انا ما عرفتش من المعارضه بغاو، واش بغاو شي معارضه ديال الفاتحه هذا الشيء، لان السيد رئيس الحكومه في البرلمان، هذا الشيء راه للتاريخ، هذا الشيء ما كنزيدوش من عندنا، شي كله مسجل موثق. لا ما ديروش المعارضه، ديروا النصح. واش انا جالس معاك في ماشي كيديروها. انا كنطرح عليهم السؤال، يرجعوا للتسجيلات، يرجعوا للفيديو، تشوف كيفاش شمن المعارضه كانوا شمن المعارضه كانوا كيمارسوا هما، لان راه تقريبا ربما على الاقل احنا ما كنضربوش في الطوابل. لان انا كنرجع للفيديوهات ديال الاخوان ديال العدو الوطني، وكنشوف شي امور الناس ما كتخليش الوزير تيدوي. انا ما قدرتش نستوعب اشمن المعارضه اللي بغاو، واش معارضه ديال الامين نبقاو ما يدعيو حنا نامنوا وراهم، الا كانت معارضه ديال النقد راه حنا كنديروها، التعديلات كنجيبوها، راك سميتها في القانون المالي ديال السنه اللي فات، راك رافتنا اكثر من 100 تعديل في القانون المالي، وشحال تقبل منها؟ لاول مره في تاريخ الديمقراطيه المغربيه الحكومه كتدفع هو دابا اللي كاين في الدستور هو الفصل 77، بقيت عاقل شنو الفصل كان في الدستور السابق. الفصل 77 الحكومه في شخص وزيري الماليه دفعوا بالفصل 77 اكثر من 63 مره، 63 مره وحنا درنا حوالي 100 وشي حاجه ديال التعديلات. انا السؤال كنطرحه، اش من معارضه بغاو؟ المعارضه اللي كيديروا في العالم هي هذه، هو انني المسائل وخاصه مستوى مجلس المستشارين، وانا اتحداهم اننا كاين شي مشروع قانون درنا فيه العرقله، ما كاين، اتحدى الجميع يجيبوا لنا شي مشروع قانون درنا فيه العرقله، خاصه على مستوى مجلس المستشارين اللي حنا فيه كاثار ومعاصرة واحزاب الاغلبيه عندهم فيه الاغلبيه. انا اتحداهم يجيبوا لي واحد مشروع قانون درنا فيه معارضه من اجل معارضه، كنجيبوا التعديلات ديالنا كنناقشوا، اللي تقبل تقبل، اللي غنتشبتوا به كنتشبتوا به، اللي غندوزوا به التصويت كندوز، يعني كنمارسوا معارضه عاديه جدا. انا بغيت غير شي واحد حيت باش تبقى تهضر معايا في لابستري وتبقى ترمي التهم جزافا، حدد اين يرى الاخوان ديال الحكومه وبالتحديد العدل الوطني اين يروا اننا ما كنمارسوش معارضه، او اننا كما يسمونه مشوشين. كنمارسوا المعارضه كما كيمارس في العالم كله، وربما في بعض الاحيان بدعوى مصلحه الوطن راه كنحنيو الراس بعض المرات، ملي كنشوفوا مصلحه البلاد كنتنازلوا مرارا، وهذا الشيء راه مسجل وموثق، كنقدموا تنازلات حفاظا على مصلحه ديال البلاد. اش من معارضه كيقلبوا عليهم ما عرفتهاش، ولا كانوا كيعرفوا يوريوها لنا ما كاين حتى مشكل يوريوناش. انا عندي واحد الملف مع السي نجيب بوليف وزير النقل، غادي نجبدوا من بعد، حاولنا ما امكن ما نمارسوش فيه المعارضه ونمارسوا فيه النصح، ورغم ذلك لقينا ان السيد الوزير ما باغيش يتجاوب، ما باغيش، هذا غادي يجي واحد الوقت وغادي نناقشوه معاه شخصيا، حتى النصح اللي بغينا نديروه ما قبلوش. واخطر شيء هو ان الانسان اللي كيرفضك جمله وتفصيله، واخا تضل تغني راه ما غادي يقبلك. هذا هو الاشكال ديالنا، انا دائما اطرح السؤال اش من معارضه بغاو يوريوها لنا وحنا نطبقوها. شكرا سيد نائب المحترم. ما بقي هو أن حكومة العدالة والتنمية جاءت بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد، ما هو موقف نقابتكم من هذا المشروع؟ فعلا أنا نسيت ما شرحتش لهذه المسألة، هو أنني على مستوى مجلس المستشارين ممثل الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين كمركزية نقابية، وهذا شرف لي، إضافة إلى تعزيزي والتحاقي بفريق الأسرة والمعاصرة، وهذا شرف آخر باش يسمع إجمال الإنسان الحسنيين. فعلا كجميع النقابات، أقول جميع النقابات في المغرب، هناك إجماع، ونقابتنا الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين لا تخرج عن هذا النطاق، هو أن هناك فعلا مشاكل وهناك فساد وهناك خلل في صناديق التقاعد، وهو ليس والد اليوم باش نكونوا منصفين.
هذا لتراكمات ديال سنوات طويله وارث. ما نقولوش بان الحكومه الحاليه مزيان يكون عندها جرأة انها تناقش هذا الملف، ولكن حنا كيبقى دائما في اطار المعارضه الايجابيه او الداعمه، ماشي معارضه مشاكسه او مشاربه كما كيسموها. نحن لنا مبادئ، اولا يجب ان نعالج الاسباب ماشي غير النتائج، حنا بغينا نعالجوا غير النتائج. شكون اللي وصل هاد الصناديق ديال التقاعد لهذه المرحله ديال ربما السكته القلبيه؟ شكون السبب؟ خصنا نعالج الاسباب باش توضح الرؤيه. ثانيا ما خش الاصلاح، هذا راينا وراي جميع النقابات، ما يكونش على حساب الاجير. لكن ما تنقول دائما شي كلا الفول وشي تنفخ به. السبب شنو هي اسباب الخلل؟ ما يمكنش انت ترفع سن التقاعد وتخلق واحد، لان سن التقاعد توصلوا شي تقول 60 62 65 وكيعطيك شي امثله بدول اخرى. راه كاينه الخصوصيه المغربيه. احنا مع الاصلاح، ولكن كل واحد، كل المتدخلين يؤديوا نصيبهم في الاصلاح. ما يكونش الاصلاح على حساب طرف واحد هو الطرف الضعيف وهو الاجير، لان ماشي الاجير اللي بدل اموال صناديق التقاعد. المسألة ديال رفع سن التقاعد كنقولوا 62 و65 سنة. حنا عندنا مثلا الرأي أننا تكون اختيارية، كاين اللي بغى يجلس حتى 70، وكاين اللي بغى يخرج بكري، يخرج في 60 سنة، كاين اللي بغى يمشي في 62، كاين اللي بغى يمشي في 65، هذا حسب القطاعات. وأنا أقولها دائما، موظف ديال وزارة الثقافة ولا وزارة الأوقاف ماشي هو الموظف ديال الأمن الوطني، ماشي هو رجل التعليم. الإكراهات ديال هذا القطاع ماشي الإكراهات ديال هذا القطاع. الإنسان رجل أمن كيشتغل على واحد الفئة من المجتمع، ماشي هي الفئة اللي كيشتغل عليها هو الموظف ديال الثقافة اللي كيتعامل مع الفنانين والشعراء وكتاب الكلمات والرسامين. ولكن شوف البوليسي مع من كيتعامل، وهذا الشيء راه تيكون على حساب القدرات النفسية والجسدية ديال الإنسان. راه إذا كيعجل أعصابه البوليسي راه كيدير كيدوبل، البوليسي راه تيخدم بالليل، البوليسي راه عنده لو ريسك، البوليسي راه عنده السلاح، راه عايش على اعصابه حياته كلها، ماشي هو الموظف ديال الثقافه. هاد الامور خصها تتخاد بعين الاعتبار، ان نراعيو القطاعات. واللي بغى سيدي يوصل لواحد السن، ولكن ما يمكنش ملي غتوصل انت هاد رجل الامن في رايي انا 62 عام ولا 50، تخيلوا معايا رجل الامن عنده 65 سنه. انا راه مشينا لكولومبيا، راه لقينا رجال الامن اللي في الشارع، الفيكتيف اللي كيخدم في الشارع، راه ما كاينش قل اكثر من 40 سنه ولا 36 عام. الشباب هما اللي في الشارع، لان هذا عمل كيتطلب قدرات بدنيه وفكريه. لهذا الاصلاح، حنا لسنا ضد الاصلاح، ولكن نحطوا المواضيع كلها ونناقشوها كلها، نفتتوا داك ماشي ما يتفرجش، نفتتوا ونخرجوا بواحد الاصلاح يرضي الاطراف جميعا وعلى راسهم الاجير، لانه هو الطرف الضعيف في هذه العمليه كلها. ما يؤديش هو الثمن ديال الفساد. الفساد خصو يؤديو الثمن ديالو اللي كانوا سبب فيه، ماشي الاجره. شكرا. نجدد الشكر السيد النائب على اتاحتنا هذه الفرصه من اجل هذا الحوار الصحفي باسم جريده العبور الوطنيه المستقله. ولكي نختم هذا الحوار الصحفي نطلب من سيادتكم كلمه اخيره. وختامه مسك، كلمة أخيرة هو توجه بالشكر الخالص لإخوان العاملين على هذه القناة، ونتمنى خاصة لهذه القنوات لأنها تزدهر، لأنها كتفتح واحد المجال للنقاش وكتطرح كتوسع مجال النقاش، ما فيهاش احتكار، كتعامل مع الجميع. لأن كنعرفوا أن كاين المجال السمعي البصري في واحد المجموعه ديال الاكراهات. هاد الجريده ومثيلتها من الجرائد هي ربما غتكون حل لواحد المجموعه ديال المشاكل، وعلى راسها مشكل التواصل ديال المغرب بشكل عام والمسؤولين، وكناخذوا الراي والراي الاخر. لهذا انا كنشكركم، وكنشكر الاخ السالك عدي،
وكل العاملين على هذه القناه اللي كما قلت في الاول عندها وضع خاص لانها مرتبطه بمنطقه خاصه وهي المناطق الجنوبيه. واتمنى لكم بدايه موفقه، وان شاء الله غدا نلقاكم قناه كبيره. وشكرا.